بكم مشاهدينا في جولة جديدة مع الصحف المحلية، نستعرض فيها أهم ما طلعتنا به من أخبار على صفحاتها الصادرة لليوم الخميس الموافق للثاني والعشرين من ديسمبر 2016. ونبدأ بقراءة أبرز ما طلعتنا به صحفنا المحلية من عناوين في صفحتها الأولى، وإلى صحيفة أخبار الخليج نقرأ: ولي العهد يوجه إلى 100 مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة، تخصيص محفظة استثمارية بالمبلغ نفسه لدعم وتطوير هذه الشركات. الصحة تؤكد للشوريين فحص طبي سنوي للعاملين في المطاعم والصالونات للتأكد من خلوهم من الأمراض. بحرينية تخوض معركة في المحاكم مدة عامين لإبطال زواجها. وإلى صحيفة البلاد والتي عنونت: منتفعو الحنينية وقعوا العقود المعدلة، عبد الله بن أحمد لا قسطا إسكانيا يتجاوز ربع الراتب. اقتطاع 30% من أراضي زراعية في الشمالية. مدير التخطيط العمراني تطوير ساحل كرزكان وتثبيت شوارع تجارية. لتعارضه مع الدستور والمبادئ الحقوقية، محافظ المركز لا تبليغ للشرطة عن التحويلات المالية للعمال الهاربين. 19,000 اجتازوا امتحان السياقة في 3 أشهر. صحيفة الأيام طالعتنا في صفحتها الأولى بالعناوين التالية: إطلاق استراتيجية وطنية شاملة، الزياني محفظة ب100 مليون لدعم المؤسسات الصغيرة، الإعلان عن مهرجان البحرين للتسوق الثالث، خالد بن حمود نسعى لزيادة إنفاق السياح إلى 136 دينارا يوميا، 4 ساعات للدخول على المسجل، طوابير انتظار في إدارة التوثيق. وفد أمريكي يهودي يزور البحرين ضمن جولة خليجية، نحتاج لحوار جميع الأطياف بعيدا عن الحكومات. ومع صحيفة الوطن والتي كانت أبرز عناوينها: البلوشي للوطن، الإسكان تتجه لإلغاء الطلبات باحتساب العلاوات، عبد الله بن أحمد استكمال تعديلات وحدات الحنينية دون إضافة الكلفة، الشورى اشتراطات ومواصفات صحية لسكن العمال، توقيع اتفاقية تمويل مدينة الملك عبدالله الطبية وبدء العمل مطلع 2017. أما صحيفة الوسط فقد عنونت: نمو حجم صناديق الاستثمار إلى 7,400,000 دولار في البحرين. مصادر للوسط: تغييرات إدارية لرؤساء الأقسام في السلمانية. والآن إلى قراءة شاملة لما تناولته الصحف المحلية اليوم. صحيفة أخبار الخليج أشارت أن وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أكد أن الوزارة تحرص بالدرجة الأولى على التجاوب الفوري والمباشر مع ملاحظات المواطنين واستفساراتهم، والعمل على إرضاء المواطن أولا بتطوير الخدمة الإسكانية المقدمة. لفتت صحيفة الوسط أن وزارة الإسكان استقبلت أولى دفعات منتفعي الوحدات السكنية، وقامت بتزويدهم بالعقود التي طورتها الوزارة لتكون أكثر تفصيلاً في توضيح البنود المالية المكونة للقيمة الإجمالية للوحدة السكنية، على أن تواصل ذلك خلال الأيام المقبلة لباقي الدفعات المستفيدة. أشارت صحيفة الوطن أن عضو مجلس بلدي الجنوبية محمد البلوشي أكد أن وزارة الإسكان تنوي احتساب جميع العلاوات عند تقديم طلب الانتفاع بالوحدة السكنية أو القرض الإسكاني أو قرض البناء والترميم، بحيث تضاف على الراتب الأساسي، فإذا تجاوز 1,200 دينار تلغى جميع الطلبات الإسكانيات السابقة.
أشارت صحيفة الوسط أنه تحت رعاية رئيس مجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة افتتح معرض الخليج الطبي الأول 2016 والذي تنظمه مؤسسة أجيال للاستشارات خلال الفترة من 21 إلى 23 من ديسمبر بمركز المعارض والمؤتمرات، وتشارك فيه 100 مؤسسة طبية محلية ودولية. نقلت صحيفة أخبار الخليج تأكيد مسؤولي وزارة الصحة أن هناك فحصاً طبياً دورياً سنوياً للعاملين في قطاعات المطاعم والفنادق والصالونات، كما أن هذا الفحص سيتم كل عامين للعاملين في هذا القطاع من الأطباء وطاقم التمريض، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين المستفيدين من الخدمات المقدمة من هذه القطاعات. أشارت صحيفة الوطن أن جامعة الخليج العربي وقعت مع صندوق السعودي للتنمية مؤخراً بالرياض اتفاقية تمويل الأعمال التأهيلية لإنشاء مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية التابعة لجامعة الخليج العربي. تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في متابعة مراحل تنفيذ مشروع تطوير سوق المحرق المركزي، أشارت صحيفة الوسط أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف قام بزيارة تفقدية للمشروع للإطلاع على مراحل التنفيذ، وأوضح أن الشركة المطورة قد بدأت بأعمال البنى التحتية للمشروع حيث سيتم الانتهاء منه بعد 18 شهراً. أشارت صحيفة الأيام أن الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة كشف النقاب عن تفاصيل فعاليات ومفاجآت النسخة الثالثة من مهرجان البحرين تتسوق، والمقرر له أن ينطلق خلال الفترة ما بين 19 من يناير وحتى 18 من فبراير 2017، ويضم عددا من الفعاليات الترفيهية التي ترضي جميع الفئات من الأطفال والشباب والعائلات. أشارت صحيفة الأيام أنه تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة يفتتح رسمياً جامع المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وذلك يوم غد الجمعة، ليستوعب الجامع قرابة 1050 مصلياً. لفتت صحيفة الوطن أن مدير إدارة التعليم السياق بالإدارة العامة للمرور صرح بأن 35 ألف شخص دخلوا امتحان السياقة خلال الثلاثة أشهر الماضية، نجح منهم 19 ألفا، منوها إلى أن ارتفاع أعداد مدربي السياقة من الجنسين ساهم في انسيابية إتمام طلبات الحصول على رخصة تعليم السياقة والتدرب ودخول الامتحان التقييمي. أشارت صحيفة البلاد أن مدير التخطيط العمراني الشيخ حمد بن محمد آل خليفة كشف عن وجود خطة لتطوير السواحل في عدد من مناطق المحافظة الشمالية أبرزها ساحل كرزكان، مشيرا إلى توفير سواحل جديدة بالاتفاق مع القطاع الخاص. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن المحافظة الجنوبية أعلنت انطلاق سوق البسطة في نسخته الخامسة يومي الجمعة والسبت الموافق للثالث والعشرين والرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، بمشاركة العديد من العارضين من مختلف الفئات التي يستهدفها سوق البسطة، وسينطلق السوق في حلبة البحرين الدولية من الساعة الثالثة وحتى التاسعة مساء، وذلك طوال 8 أسابيع متتالية. لفتت صحيفة أخبار الخليج أيضاً أن وكالة أنباء البحرين بنا دشنت ملحقاً صحفياً جديداً متخصصاً لجمهورها من المعنيين بالشأن الثقافي والفكري، حيث أطلقت العدد الأول من ملحق البحرين الثقافي الإلكتروني المصور، وذلك في خطوة لتنويع خدماتها وزيادة رقعة قرائها وتعزيز الحضور الثقافي للمملكة على موقع الوكالة. ونختتم جولتنا مع الكاريكاتير من صحيفة أخبار الخليج وصحيفة البلاد.
إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.